هعملها 3 مرات عشان يبقى ايه؟ اشهدكم قد غفرت له. لا، ده انا بفتح لك بوابة الامل. ها؟ علشان ما تيأس. مش عايزين يأس. ثم من اسباب العلاج انك تخاف ان يفعل هذا بواحدة من اهلك. ان الزنا دين اذا استقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي. ثم الالتزام بالاداب الشرعية عند النوم. تنام على بطنك؟ لا، النبي نهى عن هذه الضجعة وقال هي ضجعة اهل النار. امال انام ازاي؟ على ذنب الايمن، على وضوء، اقول الاذكار، اقرأ اية الكرسي، اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذتين. اذا ليه؟ كذلك البعد عن الوحدة والوساوس بقدر الطاقة. ثم النظر الى العوض الذي ستأخذه ان تركت هذه العادة. انت عارف النظرة المحرمة لما تتركها لله ربنا بيبدلك مكانها ايه؟ حلاوة للايمان تجدها في قلبك، لذة الانتصار على الشيطان. واحد يقول لك حتة بيت يا جدع، ياه امر ما تبص. عارف بعد ما تعدي انت هتفرح، قلبك ده هيرفرف هيزغرد لانك غلبت نفسك وغلبت شيطانك. تعويض تعويض. ثم الخوف من سوء الخاتمة. انت مش خايف وانت تمارس هذه العادة السيئة ان تموت على هذا؟ مش ممكن. في شاب من المسلمين سافر الى اوروبا وتعلق قلبه بداعرة هناك وأعادها في مرة فتأخرت عليه. الآن بيفرق رايح جاي هيموت. فلما أقبلت من شدة الفرح جرى وسجد تحت رجليها فما رفع رأسه. ناس شفت سوء الخاتمة، تحب تموت الصورة القذرة دي؟ مش خايف. اعرف اخر شارب خمر، شرب وغلبته نفسه، قال ساذهب الى الخلاء الى دورة المياه. تأخر ساعة، كسروا الباب، لقوا وجهه في المرحاض. شوف مات ازاي؟ مش خايف من سوء الخاتمة. ثم عليكم ايها الشباب ان تعيشوا هم المسلمين. عيب قوي، عيب. الاخوان اللي يضربوا بالججن في كل مكان يذبحون في فلسطين. يتآمر على الاسلام، يتآمر على المسلمين، وانت همك فرجك. كل درس العادة السرية يا عم الشيخ. يا ابني ايه الهيافة دي؟ انت لو عشت هم المسلمين لن تلذ لك حتى الزوجة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقول انت حفيد سيدنا ابو بكر؟ ابو بكر عاش للاسلام وانت عايش لفرجك. فانت يا ابني انت ابن عمر، انت حفيد عمر، انت حفيد اسامة، انت حفيد خالد، انت حفيد صلاح الدين. مش مصدق في الصورة دي؟ لا. ثم اخيرا اذا ضعفت نفسك لممارسة هذه العادة السيئة لانك شغف بامرأة فتذكر مناكن المرأة. عباك او كلها نقائص، وكذلك انت كلك نقائص. ولذلك مالك بن دينار، اي نعم، مرت كارية للخليفة العباسي محمولة على المحمل جميلة جدا، فقال لمن يحملونها من هذه؟ قالوا جارية الخليفة.
قال أتبيعونها لي؟ فحملوه إلى الخليفة، قال يا مالك تشتري مني جاريتي؟ قال أشتريه. قال بكم؟ قال بنواتين مسوستين. أنا هبعزع، هديك نويتين مسوستين. قال مجنون، مجنون أنت، لقد دفعت فيها ألوف مؤلفة من الدنانير الذهبية، انظر إلى قوامها، انظر. قال له دلسوا عليك، ضحكوا عليك، أنت ما بتفهمش في الحريم، ضحكوا عليك. قال له امرأة بلا عيوب؟ قال له أبدا، كلها عيوب. قال أين هذه العيوب؟ قال البصاق في فمها، والمخاط في أنفها، والوشخ في أذنها، ثم هي تبول وتتغوط وتحيط، وإن نامت ساعة تغير رائحة الفم، وإن نامت ساعة شممت منها رائحة العرق. قال له يعني إيه؟ اضحك عليا؟ قال له أفلا أدلك على امرأة خلقت من المسك مخلوقة من إيه؟ الريحة، مخلوقة من المسك. قال أين هي؟ وكم أدفع فيه؟ قال في الجنة، وثمنها ركعتين في جوف الليل لله عز وجل. يبقى حط قدامك الحور العين، وانت طول ما انت بالطريقة دي ما انت شايف الحور العين، لكن لما تعبت إذا إن شاء الله سترزق بهذه المرأة. امرأة لو طلت بطرف انملها في الدنيا لغطت على نور الشمس والقمر، لو سقط نصيفها من على رأسها في الدنيا لفاضت الدنيا من طيب ريحها. نختم بما قاله الشاعر في نساء الجنة: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان، أو كنت تدري أين مسكنها بذلت ما تحوي من الأزمان، سور حسان قد قمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني، يعني قمر 14، فالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواكر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذ يجامعها تعود كما أتت إترا بغير دم ولا نقصان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.